هناك وجهة نظر ان كولر داخل المباراة دي بمزاج عالي جدا، الضغط فك خلاص، عنده 3 بطولات يمثل له خطورة، دي مباراة تستحمل تصحيح الأخطاء، يعني حتى لو هناك مفاجآت لسه الدوري طويل، فخلاص عنده نفس بقى يلعب ويلعب براحته ويعمل اللي في دماغه، شهر عدى عليه 3 بطولات ورا بعض، مفيش ضغط بعد كده. يعني ربنا يكون في عون اللعيبة انها استحملت الضغط العالي، وده يعني قدر لعيبة النادي الأهلي. كولر مضغوط أكتر ولا اللعيبة؟ الاثنين. لا الاثنين، بس كولر اكتر مختلف. ايوه كولر اكتر. أيوة. لا كولر اكتر مدير فني طبعا، لان انت لما تحقق نجاحات كبيره جدا جدا وبعد كده تأدي مباراه امام نادي الزمالك في السوبر الافريقي وتخسرها، علشان تعرف قيمه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الدنيا اتقلبت. حصل كلام كتير مع ان دي بطوله وانت الموسم اللي قبل. عارف دايما بحس ايه، اللعيب عنده استعداد، يعني عنده فرصه يصلح اخطائه، المدير الفني ما عندوش. بالظبط. لا احنا سمعنا كلام بقى ان كولر اخر فرصه ليه السوبر المصري وبدا الناس تتكلم، ده ما كانش موجود خالص. بدا مباراه سيراميكا كان ضغط عالي جدا، حاول يريح اللعيبه، بعد كده في الفاينل مع الزمالك عمل مباراه جيده جدا وقدر يفوز بالبطوله. جت بعد كده مباراه العين. سمات الاهلي صعب قوي ان يبقى المكسب عادي والخساره يحصل فيها كل ده. مش متعودين جمهور واداره ولاعيبه، يعني الخساره وارده في كره القدم، لكن هي الفكره كلها الجمهور طول الوقت يقول لك ادي اعمل اللي عليك ولو خسرت احنا في ظهرك مفيش اي مشكله خالص، بس الخساره تبقى انت خارج من الملعب عملت كل المطلوب منك. والاهداف بقى ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ماتش العين الاهلي عمل مباراه اكتر من رائعه خلاص، فالضغط بتاع البطولات اللي هي من مباراه واحده النادي الاهلي خلص منه وكولر خلص منه، تدخل لضغط تاني وهو الدوري، لان الدوري ده مختلف. الفرق اللي بتنافس او اللي هتنافس على البطوله ما عندهاش وقت تضيع نقط. جميل. زي الاهلي، زي الزمالك، زي بيراميدز، زي سيراميكا، الفرق اللي عايزه تبقى موجوده في الـ في الـ في الـ هو سيراميكا منافس على الدوري؟ لو سيراميكا لا مش منافس على الدوري عشان ما يتحطش ضغط على اللعيبه، لو سيراميكا لعب الدوري زي ما لعب مباراته امام النادي الاهلي في السوبر قدام بيراميدز قدام بيراميدز كمان. بالظبط. انا شايف ان سيراميكا ممكن يوصل يبقى في المربع الذهبي، دي وجهه نظري. الاداء والمستوى اللي ادوه في السوبر المصري في الامارات، لو لعبوا كده زي صقر قال جمله مهمه جدا، قال ما يعملوش مباراه جيده امام الاهلي والزمالك وبعد كده مع باقي الفرق المستوى بينزل. لو كابتن ايمن رمادي واللعيبه اللي موجوده في سيراميكا قدروا يحافظوا على مستواهم على مدار الدور الاول بالكامل، لا ممكن يكونوا من الانديه اللي ممكن تنافس، مش تنافس على الدوري، تبقى في المربع يعني من المركز الثالث والرابع والخامس، وممكن ليه لا ان هم ينافسوا على الدوري، لكن المنافسه على الدوري بتبقى محتاجه خبرات ومحتاجه مسانده جماهيريه، محتاجه لعيبه تركيزها موجود، محتاجه دكه قويه، محتاج مواصفات مختلفه. وفي نفس الوقت كابتن ايمن على ما اعتقد واداره سيراميكا اذكياء ان هم ما يحطوش ضغط على اللعيبه، لان صعب جدا انك تقول للاعيبه سيراميكا انا عايز افوز بالدوري السنه دي. هيبقى الضغط عالي جدا، ممكن اللعيبه ما تقدرش تستحمل الضغط ده، لكن من الذكاء ان احنا عايزين نبقى في الترتيب من الاوائل، يعني ثالث رابع خامس، وواحده واحده بقى جت معاك ان انت قدرت توصل للثاني للثالث، توصل تبقى من الناس اللي بتنافس على المركز الاول، دي قصه ثانيه. بس على ما اعتقد ان الاهلي والزمالك وبيراميدز السنه دي مش هيدوا فرصه لحد منهم ياخد المراكز الاولى. بس بيراميدز فقد نقطتين يا متعب امام بتروجيت اللي هو لسه صاعد جديد، وبتروجيت عمل مباراه كمان قدامها كبيره. طبعا طبعا ما انت هتلاقي مباراه قويه جدا جدا، فعشان كده بقول لك ان مشكله انك تخسر نقط في الدور الاول ده هتبعدك، ممكن تبعدك عن المنافسه. فعلى ما اعتقد ان كولر النهارده زي ما احنا شايفين بادئ بالتشكيل الامثل، يعني ما فيش تغييرات خالص، هو تغيير يوسف ايمن مكان ياسر ابراهيم بس. نفس الطريقه نفس الاسلوب، هيبدا بضغط عالي جدا. النادي الاهلي لو بدا زي ما بدا مباراه العين اكسب اي حد. جمهور الاهلي في اعلى معنوياته ولا عادي؟ يعني 3-2 من نتيجه البطولات دي نتيجه مرضيه لجمهور الاهلي ولا لا؟ اوكي يعني الحمد لله تمام، يعني الحمد لله على كل شيء. طب لا تاني معلش افهم السؤال معلش. انا بعد اذنك معلش انا عايز ناس معايا عشان ارد الرد. انا صقر ترجم الله يخليك. ارد الرد انا معاك اهو. قول لي جمهور الاهلي في اعلى معنويات مرتفعه، يعني في اسعد نقطه ليه بعد البطولتين، ولا لما انت بتاخد 3 بطولات وتخسر بطوله بتبقى الدنيا اوكي انت صالحت جمهورك ماشيه الامور يعني؟ لا انت صالحت جمهورك، بس في نفس الوقت جمهور النادي الاهلي عمره ما وصل للنقطه اللي انت بتتكلم عليها ان اسعد لحظات حياتي.
لا جمهور النادي الاهلي طول الوقت مستني الاكثر، مستني الاكبر. يعني انت بتتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم في الدوري، يقول لك كاس العالم 2025 في امريكا، كل شويه هتلاقي جمهور النادي الاهلي بيفكر في حاجه تانية، في بطوله تانية، في اسم كبير، في بطوله كبيره، في مكسب كبير. ده تفكير النادي الاهلي، تفكير جمهور النادي الاهلي طول الوقت، وتفكير اللعيبه. علشان كده النادي الاهلي بيكمل في البطولات. انت عارف يا كابتن سيف، لو النادي الاهلي وقف وفرح بالبطوله ان هي اعلى حاجه، او جمهور وقف وفرح بالبطوله ان دي اعلى حاجه احنا وصلنا لها، مش هيكمل بعد. لكن هي ميزه النادي الاهلي في ايه؟ ان الجمهور والاداره واللعيبه والجهاز الفني بيفكروا نفس التفكير، ان احنا خدنا بطوله هنفرح بيها النهارده، بس بكره في بطوله تانية. كسبنا النهارده هنقفل الصفحه، بكره بنروح نعمل ريكفري، خلص الماتش بنفكر في المباراه اللي بعدها. ده اللي مخلي النادي الاهلي على طول في القمه، وده اللي مخلي النادي الاهلي على طول بيفوز بالبطولات. وتحس ان الموضوع عادي. يعني احنا اقول لك نقطه بس بالمناسبه اللي بتكلم فيها، اي فريق في العالم بيفوز بالدوري بيعمل حفله كبيره جدا في بلده. يعني لما تشوف ريال مدريد تلاقي مدريد مقلوبه واتوبيس مكشوف، او ياخد دوري ابطال افريقيا تلاقي بيلفوا في الشوارع. ما بتحصل النادي الاهلي، ما بيحصلش. كان ليه ما النادي الاهلي كان عنده احتفاليه في الماتش، كان عنده احتفاليه في قبل. لا يعني يعني بالعكس، جمهور النادي الاهلي بيحتفل. لما لسه هكمل لك، انا عايز اكمل. طب كمل. انا عايز اكمل. انا الجمهور الاهلي بيحتفل داخل الملعب، انا بتكلم فكره ان تعمل احتفالات بره في الشارع والامور لا خلاص، انا احتفلت في الاستاد والاهلي استلم الدرع، خلص الموضوع، نفكر في اللي بعده. يعني الاهلي لما فاز على العين، بس عايز اقول لك ان دي مش عادله. يعني انا بحاسبك حساب عسير في اي ضاع بطوله. طب ما اجيب بطوله، ما انا عايز افرح. هو بيحاسبك، ما هو والله يكون فوق لعيبته برضه، والله يكون فوق ادارته. لا بيديك في الملعب حقك، وبيشجعك طول الوقت، وبيسندك طول الوقت، وبيفكر فيك طول الوقت، وبيساندك. انت شفت، انت كنت موجود في الملعب. ايه اللي عمله جمهور النادي الاهلي؟ ما فيش جمهور في العالم بيعمل. انا بشوف الكابتن خطيب في ضغط الحقيقه، ما فيش جمهور في العالم. خلص بطوله دي وجهه نظري، انا ما شفتش جمهور في العالم بيعمل زي اللي بيعمله جمهور النادي الاهلي. طبعا مع لعيبته ومع ادارته ومع الجهاز الفني، واقفين من امتى؟ من الساعه 5 الاستاد مليان لحد ما الماتش خلص، واللعيبه لسه بتستلم الجوائز. مفيش واحد مشي، مفيش واحد مشي وما سبتوش. بس فهي دي سمات النادي الاهلي بجمهور.